ايه رأيك؟ هل القصة نقدر نقول انه الثقل الاكبر في تأخر سن الزواج كعوامل او كأسباب له علاقة بالتكلفة الاقتصادية، ولا كمان اصبح في تغيرات في المجتمع؟ ليه الناس ما بقتش تقبل على الجواز؟ هو صحيح زي ما الاستاذة نواة تفضلت، يمكن هي عشان الجانب الميداني عندها حي ولمسة كل القضايا طبعا، فلمسها على المستوى الميداني، فقادرة تشخص بدقة الواقع المرتبط بفكرة الأسباب الحقيقية لتأخر سن الزواج. يمكن تأخر سن الزواج يرتبط بجملة من العوامل زي ما الأستاذة نواة تفضلت، وليس بعامل واحد. لما نيجي نرتب العوامل دي، نبدأ رقم واحد طبعا بلا شك العامل الاقتصادي هو عامل فيصل في تأخر سن الزواج. التكلفة الاقتصادية المبالغ فيها التي لا تتوازي أبدا ولا تتناسب مع طبيعة التغيرات الاقتصادية والتحولات الاقتصادية اللي بيمر بيها مش بس مصر، العالم كله. ولذلك الظاهرة مش مرتبطة بمصر، مش بأسيرة بالمجتمع المصري، لكن هي مرتبطة بكل المجتمعات والمجتمعات العربية على وجه الخصوص، لأن الجانب الاجتماعي والثقافي يمكن اللي بيطفي عليها طابع خاص. فالعامل الاقتصادي طبعا التكلفة المبالغ فيها اللي لا تتناسب على الإطلاق مع ما فيش عقل بيقول ان انا يبقى عندي معدلات مرتفعة جدا من التضخم وارتفاع في أسعار الكثير من السلع، وإن أنا ما زلت مصر على إن لازم أحصل على وأجيب كل الكماليات. يترتب على ده كماليات ورفاهيات وحاجات رفاهية ممكن تبقى محدش محتاجها. ما ده ياخدنا للجانب بقى الاجتماعي اللي هو المرتبط بالانغماس الشديد جدا في المجتمع الاستهلاكي والطرفي، وإن أنا طول الوقت الطموح والتطلع عالي جدا جدا جدا، وبالتالي أنا بفكر في وبقفز قفزات سريعة جدا توصل لفكرة إن أنا وأنا بعد للزواج، هو أنا بفكر في إن أنا أبني بيت صغير أبدأ بيه حياتي، دي المرحلة العمرية اللي المفترض تتناسب مع طبيعة حياتي، ولا أنا بوصل لمرحلة من القفزات طول الوقت أنا بتطلع وبشوف تجارب الآخرين. يمكن أستاذ نواة اتكلمت عن التجارب السلبية اللي ممكن تبقى موجودة في العقل الباطن وبتوجه الشاب. طب ما أنا لو رحت وطلبت فتاة مطلوب مني واحد واثنين وثلاثة واربعة، ولما يطلب مني واحد واثنين وثلاثة واربعة في أمور مادية همضي عليها يترتب عليها بعد كده، يعني أنا بقفز قفزات توديني المناطق طول الوقت مناطق مظلمة بتحبط الشباب، وبالتالي تعمل إحجام عن الأقدام على هذه التجربة. وكأن تجربة الزواج أصبح مشروع. لما اجي افكر فيه بفكر فيه بفكر اقتصادي واجتماعي وثقافي، وجد ان الاسر اللي انا الشاب يروح يتقدم ليها المفهوم نفسه تغير، الكونسبت بتاع الزواج. هل انا النهارده بعظم من المفهوم الديني للزواج وفكره ان انا بتقبل شاب ربما انا اجد فيه في المستقبل هو النموذج، كلمة بشتري راجل لا تغير تعودنا عليها للأسف الشديد، وده جزء من التغير اللي حصل لي في المجتمع المصري، وتغير والتغير اللي أصاب الشخصية المصرية. فكرة ان انا لا انا النهاردة مش بفكر في كده، انا بفكر ان في احتياجات مادية لابد ان تشبع، في طموحات وتطلعات عالية جدا لابد ان تشبع، محتاج ان انا يبقى عندي سيارة، محتاج يبقى عندي شقة بمواصفات محددة في اماكن محددة. طيب هو السؤال هنا لما حقق كل شيء وانا ببدأ في حياتي حقق ايه بعد 10 سنين بعد 20 سنة؟ ما هو دي النقطة يا دكتور شريف، يعني فكرة التطلع لحياة أفضل دي مش غلط، مش عيب إن أنا أكون بفكر إن أنا يبقى عندي بأحسن بيت، يكون عندي عربية، بس هل التطلعات دي مناسبة للظروف الاقتصادية؟ ليه بنخش دخلة الجواز مديونين؟ ليه بنخش بالظبط كده؟ لازم كل حاجة تبقى جاهزة؟ ليه لازم في صيني؟ أنا بتتحبس طبعاً، في ستات ورجالة أيوة طبعاً. يعني بعد بيتم الزفاف من هنا بكتشف ناس جايين المكتب، ده انا مرفوع عليا قضايا شيكات وصالات امانه اللي عايزه تجهز بنتها، حوار الغارمات، ودايما بفضل انصحها اي حد مش قد تكاليف الجواز بتتجوزه ليه؟ معلش انا يتجوز عندي بامكانياته حسب ما بيقدر، ما عندكش امكانيات اوعى تتجوز، مش قادر تكتب قايمه اوعى تودي نفسك للتهلكه.